فانا ما اصحاش العضه دول يا زياد. ايه يا جدعان عاملين ايه؟ رجعنا لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده كله حريق. ايه؟ فكره الفيديو فكره الفيديو بتاعت النهارده ان احنا هنجيب يوتيوبرز بنات وهنشوف مين فينا هيتجوز مين و ايه لا مش كده مين فينا هيقبل يتجوز مين ومين لا والجو ده كتير ده يعني بس يلا يلا لو انت اول مره شفنا فانا مروان وانا زياد وانا جوي واعمل لايك وشير وسبسكرايب وانا نخش في الفيديو. اول واحده معانا هي شيرين بيوتي. متاكد ان دي شيرين؟ دي شيرين صح؟ لا مؤاخذه يا جدعان ان احنا ما بنعرفهمش. شوف كده ايوه الثانيه عم نارين يا عم الثانيه نارين يا اسطى والثانيه ما اعرفش اسمها ايه البنت الصغيره دي. هل تقبل الزواج من شيرين بيوتي؟ عندها ايه 16 صح؟ نعم اه والله دي 16 صغيره اوعى نخش اتجوز دي 2004 شفت اهدي اهدي ازاي؟ انا قبلت. طب يلا ايه هتتجوزها؟ اه طبعا. طب انت شايف ايه مميزاتها؟ مش عارف بس الشرف حللك 4 انت بايدك تتجوز 4 بس من اللي قدامك كله اه فانت حاول بقى يعني فكر كويس قبل ما تاخد واحده عشان مش هتعرف تعوضها تاني. طب لا هاخد دي معاها ماشي. برضو سيدرا بيوتي اخويا انا شايف اتجوز 2 اخوات يا عم انت مايا والي مش ما ينفعش اتجوز 2 اخوات ما ينفعش اتجوز 2 اخوات يا جدعان ينفع قول لي ينفع ينفع يا عم انت يا جدعان كفكره ما اعرفش بقى لا 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 انا ماشي على شرع ربنا عايش كلها صغيره والله العظيم دي اصغر واحده فيهم. نعم يعني دي اصغر من 16 عم اكبر من دي اكبر يا عم صدر 2003 دي اكبر من شيرين ايوه دي شكلها عندها 12 سنه بيسان اسماعيل 17 سنه 2003 دي 17 سنه اه والله ما بشع معايا يومين ده امان بس جامده بس جامده بس يا عم السمبي تراني انا اللي بتكلم لايف ووت ساره 17 سنه ازاي ازاي او ماي جود يلا بقى انا هقبل روزا اوه شيت مان قبول ولا رفض؟ انا مش عايز ابقى متحرش بقول لك انا فاضل 2 انا هامله البادجت اقبل اه طيب انا داخلها في زون القبول اه رغبة لا يا عم كبيره شويه بالنسبه لي يعني. بس حلو حلو طبعا انا ما قلتش حاجه غير كده كلهم حلوين بص لا انا هعديها لا سوا لو انت سيمبي يا اسطى هيختار كله يا جدعان ليك اربعه فاضلك واحده ماشي يا عم ممكن اقول لك حاجه 4-2 ستيب 4-2 ستيب حلو اي كده يلا قوانين لا 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 كده خم خم ايه اسمها خم بقول لك انا هقبل مين دي مين دي مين دي نارين بيوتي دي ولا مين دي احنا مش عارفين انت لا دي بتاعت روان نجري ايه يا عم دي يا اسطى واحده من اللي بيعملوا الحاجات الكبيره ولا مش هي الحاجات الكبيره دي بقول لك ايه يا اسطى دي اوسو يا اسطى اوسو اسو مين اوسو اسو معرفش هما كانت اتنين جبتهم وقلت لي اوسو اسو دي امال ايه اوسو اسو دي اوسو اسك مش عارف معرفش بس هي شكلها كويس بس لا يعني معرفش معرفهاش مش هقدر اكبر ايوه ما تعصبنيش يا سامر دي هيلا تي في لا سرابها رفوت انا معرفهاش دي بقى دي اسو بقول لك ايه خدها ماشي هتجوزها شويه واطلعها ليلى دي ليلى مراد دي صح؟ ليلى بص هي شكلها كبير يا عم الحب مش بالسن خلصانه هاخدها ماشي ليلى اقنعت بالدرجه لا لانا روز لا لا ليه ممكن نبقى اصحاب عادي ممكن نبقى اصحاب بنين بنين ممكن في ممكن في انا ماشي 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 وخلاص ماشي نور ستارز عندها سبسكرايبرز كتير وفلوس كتير ساكنه في دبي بقول لك ايه لا لا عايز تفتكرني بستغلها عشان فلوسها عشان دبي ما بتستغلهمش فاهم لا لا يعني مين ما انا معاها اختها بقول لك ايه هاتها يا اسطى هاتها يلا كحروت يا سنجل خش يا بنت اول واحده معانا مين اختي ناري هل نو ايه ده سايك بيسان عشان انس ايه انا عارف ان مروان بيكرش على بيسان من زمان يا جدعان بيسان هيت مي اب هل تقبل الجواز من هالة تي في؟ هل هي ستقبل الجواز من وده نشوفه في الجزء الثالث لا اياتي اياتي ممكن تعمل له مثلا اكبر محشي في العالم ممكن مثلا تعمل لك اكبر صينيه مكرونه بشاميل في العالم اياتي هيت مي اب السجن بتاعتها يا اسود دي اسود دي اسود شكلها باد جيرل كده لا
روزة طبعا. لا روزة حلو. هيد مي اب انستغرام تحت في الديسكريبشن. لا يا مروان كبيرة يا جدعان. هتلاقي 20 ولا 21 20 انا اخدها يا عم. بالظبط ليه طيب؟ يا احلى حاجة فيهم صراحة اننا صراحة هو البيت واتك وتستاهل. وينزر ثلاثة متحرشين. الفيديو كله هزار محدش ياخد الكلام جد. لا ما فوقك من السن انت بتتكلم كصور وكشخص. هو صباح حلو بس عايز علامين على الشاشة. خدودها كبيرة؟ هي حلوة بس لا لايف متصورة. هي حلوة بس لا عارفة لا هي تنكة بصراحة ورخمة وإثمة. واجه اجيب لها لامبورجيني تقول لي لا ايه ده لونها اصفر ما بحبش المستردة. اوف او ماي جاد خلاص بس نريد. لا سكينة. نعم انا هتجوز واحدة اسمها سكينة. ليه تقبل بيها ولا لا؟ لا ليه لا اسمها سكينة. طب لو اسمها مريم؟ لا. ليه؟ عشان اسمها ما لسه من نوعي عز الضروري للاسف متجوزه. طب لو مش متجوزه؟ طبعا نور سارز. بص لا عشان عامله عمليه تجميل في مناخيرها. اخويا بنين ستار. بنين رز. بنين حلو. بنين ممكن اكلم بابا. لانا روز صراحه. لا بص يا جدعان طبعا انتوا عارفين ان انا بحب الجمال الطبيعي. عمليات تجميل والكلام ده ما ياكلش معايا. اي بنت عامله عمليات تجميل ما تجيليش. ما تقول يا اسطى نور لا وخلاص يا اسطى. مش نور اصلا. مش لازم تلقح عليها كده قاعد. زعلت البيت. هتزعل مني اصلا. رغده صوتها مستفز. فانا ما اصحاش رغده تقول لي يا زياد. صوتها اتقل منك. طب تتجوزها؟ لا. صبا طبعا غير طبعا. انت من طريق ولا من طريق؟ عزه زغروره. عزه متجوزه وجوزها يجي يضربها كلنا. وعارف انت عارف انت لما تحس ان دي اختك انت معاصرها من الطفوله في الفتره الكبيره ما ينفعش تبص لها بصه غير كده فاهم. يا اسطى لحد دلوقتي مش عارف من دي. انا ما اعرفهاش. اما انت اللي جايبها. ياسو. ياسو دي ياسو. مبدئيا ما بحبش اسم ياسمين. مش شداني انا. مش شداني. ايوه عادي عادي براحتك. ذوقي. هتخصبوني ايه؟ هلا تي في. هلا مش هلا اسمها هلا. هلا والله. قبول ولا رفوض؟ لا خالص. لا اسو حاسسها صغيره سمباتيك كده. اللي بعدها ايه يعني سمباتيك؟ لغايه دلوقتي ما اتجوزتش ولا واحده. خلي بالك انا شايل التقيل. مين التقيل؟ حلوه. انا حاجه ان هي طبيعي. لا لا طبيعي بجد. جو وشها شعرها اكيد صبغاه. عينيها زرقاء ولا خضراء؟ زرقاء. بس انا بحب الازرق. لو كانت اخضر كنت رفضتها. الاخضر على فكره نادر اكتر. انا بحب الازرق. الاخضر انا بحب الازرق نادر والله. يا عم انا بحب الازرق. انا بحب الازرق. قبول. سكينة. لا حواجبها كبيره. انا حواجبي كبيره. ايوه ميجا. هتجيب طفل حواجب. بص بقى انا هقول لكم شعوري من اتجاهها مناسبه ليه. بس في حاجه واحده بس لما بشوفها بحس انها ممكن ايه لو اتلمست تتكسر. لو ممكن مثلا نحطها في نيش. قصدك ايه يعني؟ نحطها مثلا في قصدك ايه يعني؟ بس لا ما لا لا لايف ويت زارا. مش عارف هوافق على صورة. هادي. لا 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 خالص. لا حاسسها بتتكلم كتير. رغاية وانا ما بحبش وجع الدماغ. دي بقى دي ممكن ادفنها حيا. لما مؤاخذة يعني يا جدعان. لا لا بس كشكل. بص انا الشخصية بالنسبة لي اهم حاجة. ممكن تكون شكلها حلو بقى. في بنات يعني اغلبية البنات اللي موجودين عندنا في القناة كلهم امارات. دي اخت مو فلوج. هتكلم بطريقة مو فلوج. بصوا يا جدعان اخت مو فلوج حلوة جدا. خلاص مش ينفع. دي انا امشي بيها في الشارع تتسرق مني. خالص مش ينفع. نو خالص لا. بنين بيوتي. بنين بيوتي. بنين بيوتي دي ايه؟ بنين بيوتي دي اسمها ايه؟ بنين ستارز. بنين ستارز. حاسسها مكياج. بس هي احلى مكياج. احلى ترمنا النور. شفتها يعني؟ ما انت احسن شفتها. انا عمري ما اتجوزها. انت صاحبي وهي شرفي. يا صاحب ورا الستارة. بنين لا. نريم بيوتي. هي مسيحية؟ لا يا عم. اسمها بيوتي دي مسيحية ايه؟ هتلاقيها عاملة فيديوهات بقى ستوريات وتقعد تعيط في الحمام وتتلبس وتلبسنا انا كمان وفي جن يركبنا انا حاسسها شخص كده مش شخصية مش سوية في حياتها. فاهمين؟ انا مش عارف عليها جمهور. بس كده يا جدعان يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. ما تنساش يا رب يكون عجبكم. كل اللي انا قلت عليهم هيت مي اب. اللينك تحت في الديسكريبشن يا بنات. اشوفكم في الفيديو الجاي يا جدعان ويلا بينا سلام. يا ابني كذا.